صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين سلطه جمبري كده بالبطاطس، حلوه جدا مع صوابع الكابوريا، وعندنا كمان صينيه سمك بولتي معموله بطريقه جديده. هي يمكن نفس التتبيله بس مختلفه شويه في الطريقه، بالذات للبنات اللي بيقولوا لي مش بنعرف نحشي السمك او نتبل السمك كويس قوي ونسويه. وعندنا كمان باف باستري بالكاسترد، بكريمه الكاسترد. تعالوا مع بعض هنعمل اول حاجه سمك النهارده. عايزه اقول لكم بسيط وسهل، كل اللي احنا هنجيبه سمك بولتي وفلفل قرون احمر واخضر لو انتوا عايزينه سبايسي شويه، مش عايزينه خلاص هنلغي الفلفل ده. عندنا فلفل احمر واخضر، عندنا طماطم، عندنا بصل، عندنا ثوم، كمون وكزبره. طبعا الثوم والكمون والكزبره والليمون دايما من اساسيات تتبيله السمك. عندنا كمان صلصه طماطم. خلاص طيب هحضر كده دي واحط فيها حبه زيت، واحط معاها البصلايه عقبال ما اعمل ايه، عقبال ما افرم الثوم. عايزه الثوم ما يبقاش مفروم فرم ناعم قوي. خلاص اللي انا هسويه مش هسوي الحاجه قوي، يعني هي دوبك تشم النار. تمام اهو الثوم، الطماطم، اول ما تبتدي تتسبك هحط معاها الخل، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبرة. اكون محضرة بقى الفلفل الحار ده. بصوا انا بحاول ما اجيش ناحيته خالص، بعيدة عنه. نقلب الصلصة، خلاص ونحضر مية سخنة مع ايه؟ مع خل. خل، ليمون، مية سخنة. خلاص عايزاه بقى يتسبك شوية عشان ده كله ايه هيبقى مع السمك. طيب هلبس جلوفز دلوقتي عشان احط جوه السمك كده ايه انا حطيت كل الكزبره والكمون. طيب معلش بصوا انا هنا منضفه السمكه ومقطعاها بالعرض عشان يعني مش كل الناس ممكن تاكل تخلص سمكيه يعني، ماشي، بالذات لما بيبقى فيه رز وفي حاجات تانية يعني دايما ده بيتعمل ممكن. بس انا عاملاه هنا مع الرز، رز السمك مثلا والسلطه، خلاص كده ايه وجبه متكامله. بصوا هنا بحط الثوم بس كده بيديله نكهه حلوه قوي.
دي اسهل طريقه سمك للبنات اللي بتقولي ما بنعرفش ايه نتبل السمكيه. خلاص اوكي، نجيب بس حبه ملح كده وكده وفلفل اسود بس، وده كده ايه بقى جاهز. يلا بينا، مش هنتحط في الفرن وان شاء الله يعجبكم قوي. نحط كده، شايفين الفلفل والفلفل. طيب هبتدي احط السمكية كده كده اهو كده. هو اصلا هيخس شوية، فايه احشروه كده جنب بعض هيكش. نقلب كويس قوي المقدار ده، وزي ما هو كده هعمله كده واحطه في الفرن لحد ما ايه ما يستوي. ما بياخدش تلت ساعة ان شاء الله، يعني نص ساعة ده بالكتير قوي لو الفرن بتاعكم بارد، لكن هو ما بياخدش وقت طويل. الصوص ده طبعا حلو قوي اللي انا حاطة فيه كده ايه السمك. ها هو اصلا اللي هيساوي السمك، ولازم زي ما قلت يبقى متبل زي ما انا متبلاه حلو كده. اسهل طريقة تتبيلة سمك وطعم السمك هيبقى حلو قوي. ماشي، احنا كده هنطلع فاصل هحطه في الفرن، نرجع من الفاصل هنعمل وصفة سلطة الجمبري بالبطاطس. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، هنعمل دلوقتي سلطة بطاطس حلوة قوي بالجمبري وصوابع الكابوريا مع السيمون في مية، كل حاجة حبة صغننين قوي هنلخبطهم مع بعض هيدونا كمية حلوة من السلطة. طيب عندنا بطاطس مكعبات مسلوقة، احلى ان احنا نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات بشكل حلو وبعد كده نسلقها، دي بيخليها تطلع متناسقة. لكن لما بناخدها زي ما هي وبنسلقها وبعدين نطلعها ونقطعها مكعبات مش بيبقى المنظر قد كده، بس بيبقى برده طعمها حلو. بس انا بقول لكم الناس اللي بتحب تبقى الحاجه شكلها حلو قوي كمان. خلاص طيب، جمبري وسط متقشر طبعا، وصوابع الكابوريا، سلمون مدخن، ملح وفلفل، مايونيز، بقدونس، وكمان هنزود فصين توم للوصفه دي مع عصير الليمون. خلاص نحط بس في الوصفه عصير ليمون مع فصين توم. طيب اول حاجه هعملها هجيب هنا كده الجمبري. على فكره الوصفه دي ممكن نسلق الجمبري وممكن ايه نشوحه، بس انا هشوحه هيدينا طعم حلو وبعدين مختلف. هشوحه اهو، مع الفلفل الاسود والملح وعصير الليمون هحطه عليه دلوقتي. طيب اما الصوابع الكابوريا بتبقى احلى بكتير وهي مسلوقه، نسلقها سلقه كده ايه يا دوبك بس ايه الميه تغلي وهي جواها، بس بتبقى اطعم كتير ما بتتشوح. حبه كده عصير ليمون وهو بيتشوح يديله طعم حلو قوي. جيبوا لي بس فصين توم لو سمحتوا، بس كده. ايوه كده ماشي. طيب عبال بقى ما التوم يجي هحط هنا المايونيز. ودايما انا بحب صراحه يعني طالما في فلفل حراق احط كده حته صغننه بيدي طعم حلو. معلقه ليمون، فلفل، بس انا بعمل حاجه غلط دلوقتي احط جلافز عشان ايه ما اجيش بعد كده اعيط، لان لو حطيت ايدي على ايدي التانية او على وشي انا هزعل قوي. يعني الواحد
بتحرقه قوي، فنخلي بالنا من الموضوع ده. الفلفل اهو مع المايونيز، حبة بقدونس، ممكن لو حابين تزودوا مثلا معلقة ساور كريم او زبادي مع الوصفة دي، ممكن بتبقى لطيفة. طيب هبتدي احط صوابع الكابوريا كده هنا اهو، هبتدي اجيب السلمون هقطعه، واقلبه مع المايونيز كده اهو بالطريقه دي. يبقى انا هنا حطيت ايه؟ حطيت هنا مايونيز، معلقه ليمون، حطيت كمان سلمون مدخن، حطيت بقدونس، هحط دلوقتي ملح، فلفل اسود، و فاضل هنا فصين الثوم مع الصوابع الكابوريا والجمبري. الجمبري خلاص يعني حاجه بسيطه قوي. يتشوح بس كويس، واحط له حبه ميه عشان ايه؟ يبقى طري كده مع التشويحه، وزي ما قلت ممكن يتسلق عادي ويبقى حلو برده، بس هو وهو بيتشوح هيدينا في السلطه طعم احلى بكتير. اهو انا هنا حطيت عليه ملح وفلفل وعصير ليمون، ممكن نزود كمون، الحاجات بتاعه السمك اللي احنا بنحبها. هو ممكن بس فصين الثوم. بصوا الجمبري لونه ابتدى كده يبقى اورانج، نحط البطاطس. دايما البطاطس المسلوقه عشان تطلع حلوه في السلطه لما نسلقها ما تبقاش دايبه قوي، لا يعني تبقى مسلوقه كويس بس في نفس الوقت مش مهريه. ليه؟ لان احنا كمان السلطه دي عايزين نحطها في الثلاجه بتبقى طعمها فظيع. ماشي، هو فص توم او فصين بالكتير قوي مفروم اهو، بيديها طعم حلو قوي. خلاص الله الله. طيب بصوا الجمبري هحط له بقى ايه؟ ميه مغليه معاه. انا كده شوحته كويس قوي. بس اول ما الميه دي تغلي كده نحس انها بتغلي جامد قوي هعرف كده ان الجمبري تمام. هطلعه هقطعه واحطه، نقطعه نصاص اهو. بصوا بتغلي اهي، مظبوطة قوي. عايزة بس دي تغلي كمان بسرعة كده، عايزه اشوفه استوى، اتاكد انه استوى. هو اصلا الجمبري ما بياخدش 10 دقايق على النار، هسيبه بس شويه كمان دقيقه كده. سخن سخن سخن، ونشوف دي اخبارها ايه. اه دي خلصت خلاص، حتى انا سهيت عنها شويه. على فكره ممكن ما تسلقش خالص، بس انا بحبها بالطعم ده، طعمها بيبقى مختلف تماما وهي مسلوقه، وبتدي للسلطه طعم حلو قوي.
ريحتها اصلا لما بتتسلق بتبقى جميله. السلطه دي تتعمل وتتحط في التلاجة ساعه مثلا، بعد كده ايه تتقدم. سهل، هنقدمها على طول. خلاص اهو، فضل الجمبري خلاص خلص كده برضو. نخلي دول شوية اللي ايه على التوبينج. يعني لما تجربوا السلطه دي هتعرفوا ان انتوا ممكن تعملوا في البيت احلى سلطه من الجمبري والكابوريا، وبعد كده ما تاكلوهاش من بره ابدا. نعمل كده بس، نقلب. ادوقها بقى اشوف ناقصها ملح، ناقصها ليمون، عشان خلاص بعد كده هن ايه هنغرفها. يعني نشوف كده بالبطاطساية. رشة ملح. مع ليمون. الوصفة دي بتحب الليمون شوية. نحطها زي ما هي كده في التلاجة وبعد كده نبقى نغرفها. بس انا طبعا ايه هغرفها قدامكم على طول ووريكم مثلا البرزنتيشن اللي انا هعملها ممكن تتقدم ازاي. ماشي. بيليق عليها برضو لو حابين تزودوا، انا هقول لكم الحاجات اللي بتليق عليها لو حابين تزودوا. بيليق عليها برضو ان انتوا تزودوا عليها معلقه مستارده مع الخلطه، برضو بتبقى حلوه ولطيفه. نحط بقى السيمون في مي كده في النص ونرش عليها رشة بقدونس، وبعدين نبين بقى الحاجات الحلوة اللي احنا عاملينها دي كده كده بالطريقة دي. اوكي. وبعدين نحط ايه الجمبري. لكن بره لما بنيجي نعمل السلطه دي بيبقى بالظبط 3 4 جمبريات هو كده. لكن احنا بصوا على فكره ده ربع كيلو جمبري، شايفين ظبطناه. خلاص كده خلصنا السلطه بتاعتنا بتاعت البطاطس بالجمبري وصوابع الكابوريا، طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. يعني بعد الفاصل دلوقتي السمك في الفرن وسلطة البطاطس اهي خلصت وبقت شكلها بصوا جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم كل ما تتاكل ساعه كل ما بتبقى حلوه قوي، بص شكلها مغري قوي. عاملين كمان رز السمك عشان يبقى جاهز. طيب جينا بقى لفقره الحلو بتاعتنا، الحلو ده اللي كلنا بنحبه. عاملين النهارده باف باستري بكريمه الكاسترد. عايزه اقول لكم طعمه بطريقه مش طبيعيه، شبه شويه المنفيل سكر اللي بكريمه الكريم باتيسوري شويه، بس يعني نقول قريبين في الطعم. بس عايزه اقول لكم طعم فظيع وسهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. احنا بس نبقى محضرين عندنا عجينه باف باستري الموضوع هيبقى سهل قوي. طيب محتاجين ايه؟ لبن وبودره كاسترد طبعا دي على طول عندنا، وشويه سكر.
محتاجين ايه تاني؟ يعني الزبده مش هستخدمها قوي، هنبقى عايزين حته زبده بس صغننه، لوز وبيض مع بودره القهوه سرعه الذوبان عشان بحب قوي اخلطها مع البيض تدينا شكل ولون حلو قوي، وسكر بودر. خلاص طيب اول حاجه هخلط اللبن مع بودره الكاسترد، ولو حسيت انها محتاجه تاني هحط، وعلى نار هاديه خالص لحد ما ايه ما يستوي. نحطها هنا كده ونسيبها ايه تستوي. هجيب صينيه، ممكن صينيه عاديه وممكن بايركس، يعني كل واحد بقى على حسب ما يعوز. احط عجينه الباف باستري كده زي ما انتم شايفين، والتانية اهي عايزين اتنين خلاص. وانا طبعا محضره كاسترد عشان ايه ما تاخدش وقت معانا، ما نفضلش مستنيين، بس هي بقى بصراحه الاحلى وهي سخنه عشان بتبقى كريمي اكتر. بس تمام معلش، يعني هي اول ما هتدخل الفرن هتسيح وتبقى كريمي تاني. حاول اوزعها بس. البس جلافز بس عشان ايه افركها شويه، لكن احنا هنبقى محضرين بتاعتنا اللي على النار نحطها على طول، نستناها بس تبقى دافيه مش ونحطها على طول. الريحة بتاعت الكاسترد فظيعة، يعني مش قادرة احكي لكم. شوية من شرايح اللوز شوية صغننين كده. مربى حاضر، عايزين هما مربى يحطوها على ال صح؟ طيب نجيب ده كده. اه لا عايزه قبل ما انا نسيت خطوه مهمه قوي جدا، بصوا نعملها كده شويه ايه بالشوكه عشان اللي تحت ما تقبش. في كده تفاصيل صغيره لو نسيناها للاسف ممكن تبوظ لي الوصفة كلها. بصوا طبعا هي وهي سخنة او دافية مش هنحتاج اللي انا بعمله ده بالشوكة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده. بصوا كده ها. نضغط نضغط نضغط. نمسكها كويس قوي الطرفين مع بعض. شوف كده ايه الاخبار دي كده. ماشي، واجيب بقى بوله صغيره عشان الخبط البيض مع بودرة القهوة سريعة الذوبان كده، حاجة خفيفة كده
بولة. طيب اهو نعملها في نفس الطين. بصوا بتخليه طعم حلو قوي، مختلف كمان، بتدي لون حلو جدا، ودي كمان من الحاجات اللي بتمنع زفارة البيت، يعني بديل للفانيلا. خلاص نجيب فرشة بقى. دي برضو خطوة مهمة عشان تقب حاجة بسيطة، ما تبقاش قبة قوي يبقى شكلها مش لطيف. نبتدي بقى ندهن كده، ندهن كل الأماكن اللي ظاهرة في العجينة. يلا فاضل شرايح اللوز، ان شاء الله بتاخد تلت ساعة بتكون خلصت. شرايح اللوز برضو بيدينا كده لون حلو لما بتدخل الفرن بتلون. ماشي زي ما هي كده هندخلها الفرن. ماشي طيب نطلع فاصل بقى، نرجع نقدم عجينة الباف باستري ونبص على السمك اخباره ايه. ماشي ونطلع فاصل نرجع على طول. رجعنا تاني بعد الفاصل. طبعا انتم متعودين عليا لما بيبقى في بواقي اكل بنعمل وصفه كده بخترعها، يعني انا لو قعدت افكر مش ببقى فاكره انا ممكن اعمل ايه، لكن لما بيبقى الحاجه قدامي بعرف ايه الواحد كده يفنن. طيب نشوف الكسر، بس محتاج سكر. محتاج حبه سكر صغيرين. ما فيش قدامي غير سكر البودره هحطه، واحلى برده عشان ايه ما ياخدش وقت في الذوبان. هنعمل بقى فيه باقي كاسترد وباقي بودره قهوه سريعه الذوبان، نسيبها كده؟ لا، هنعمل كاسترد بالقهوه. الناس بقى اللي بتحب القهوه مظبوطه قوي كده، هيتبسطوا جدا بالوصفه دي. اهو ادوه بقى. اقول لكم على حاجه انا ما جربتهاش قبل كده، بجربها معاكم بس هدوق بصراحه واقول لكم الحقيقه. الله، طب بجد جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي، لذيذه قوي. هزود كمان شويه، عايزه شويه بس ازوق بيها، طعمها حلو قوي كمان. بفكر كمان نشربها يعني تبقى هوت كاسترد كده، بس نزود اللبن شويه وتبقى اخف ونحط عليها قهوه. انا هعملها على فكره. طيب اهو حطيتها كده في طاجن فخار، تتاكل ساقعه او سخنه. لو ساقعه هتبقى بودنج، دلوقتي كده وهي حلوه سخنه كده عايزه اقول لكم طعمها كمان حلو قوي. هحط عليها كده حبه سكر بودره، ولو كان في بودره لو كان في قهوه تاني كنت صراحه زودتها عشان حتى لونها يبقى اغمق شويه. نرش كده. وبصوا عندنا ايه كمان، عندنا لوز. خلاص كده خلصنا كاسترد بطعم القهوه واللوز وشرايح اللوز. عايزه اقول لكم جميل قوي قوي، جربوه تتبسطوا منه قوي بجد، جربوه. انا لو كان وحش عارفه كنت قلت لكم مش حلو، انا بصراحه صريحه في موضوع الاكل ده. طيب الباف باستري هنا النسخه عملته اهو جاهز، فاضل ان انا احط فيه سكر البودره كده بالطريقه دي. خلي بالكوا عشان انا اصلا مش مسكره الكاسترد قوي كده. بقى جاهز، يبقى احنا كده خلصنا الباف باستري محشي كريمة كاسترد ومعاه شرايح لوز. خلصنا كمان السمك، بصوا عليه يجنن اصلا، يجنن حلو قوي. عملنا كمان
سلطه البطاطس بالمايونيز والجمبري حلوه قوي ماشي، وهنقدم معاها سلطه خضراء وطحينه ورز سمك. يعني بصوا دي وجبه متكامله، صينيه السمك، سلطه البطاطس بالجمبري، رز السمك، سلطه خضراء وطحينه، وبصوا بقى هنا شويه من الجمبريتين كده اهو على صوابع كابوريا، نحطها كده بالطريقه الحلوه دي معاها شويه بقدونس، ولو كان في ليمون كنت حطيت ليمون كمان، وشرايح اللوز هتبقى حلوه برضو. خلاص وخلصنا حلقه النهارده الجميله جدا. هبصوا الوصفات، يعني دي ودي اخترعناها دلوقتي وعملناها بطريقه جميله، وخلصنا كده والسفره بتاعتنا بقت مليانه وحلوه قوي. اشوفكم ان شاء الله بكره على خير. باي باي.